توفي مساء اليوم 6 أشخاص من عائلة واحدة بقسنطينة جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء. الضحايا هم الأب والأم وأربعة أبناء. جاءنا نداء وراء صلاة العصر من الأخ تاع الضحية وين اتصل من أجل اختناق، وين خرجت وحدة مركز متقدم مصنف عبد الرحمن زائد دعم من طرف وحدة سيساوي سليمان، وين خرجوا الإسعافات. كي وصلنا لعين المكان لقينا 6 ضحايا منهم الأب والأم، وعندنا 4 أطفال بنتين وزوج أولاد، عائلة بالكامل. هذا الضحايا راهم توفوا بأحادي أكسيد الكربون حسب الشيء اللي باين، راه من مسخن الماء. تم الإجلاء الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمصلحة مستشفى الجامعي قسنطينة.